عليكم السلام ورحمة الله. أخبارك يا أستاذ؟ أنا تمام والله. الجو حر أوي النهاردة. بقى له يومين الجو حر. حر حر يعني. كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني. والله العظيم حاجة يعني، بس الحمد لله بنستحمل. أكل العيش يحب الخفية. ربنا يعينك. وأكل البسطرمة يحب البيض. مين؟ أكل البيض يحب البسطرمة. أنت شغال من الصبح ولا من بعيد؟ والله شغال، أنا مطبق ووردية، المفروض إنها 8 ساعات والعربية غاز خالص والواحد يعني. يا باشا أنا أرد على التليفون. وجت على دماغي بقى النهاردة ولا إيه الحكاية؟ لا ما هي ليه يا عم؟ أنت يا عم أنا بقى بضحك معاك. أنت كلامك جميل وكله، بس يعني مش راكب كلامك، مش راكب. كلامك جارح. بقول لك يا باشا تاخد معانا بس الموزة دي؟ لا طب ماشي. لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان أنا بس عايزة أوصل للميدان. بس يا نهار ابيض، ده انا لو مش رايح الميدان اروح يا اسطى. اقسم بالله باخد معانا البنت نسيبها لوحدها في الشارع. انا طالع مخصوص. يا انت راجل ماشي يا عم. انت راجل يا روحي. يا نهار ابيض، مش معنى تاكسي راديو افضل. لا خالص اقسم بالله انت منوراني. يا نهار ابيض مش غريبه عليا، انا بشوفك على طول. لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت، وانا اصلا بيعجبني جدا يعني. انا حاسه ان انا شفتك قبل كده بس. لا انت اكيد هتلاقيني هنا. انا اسامي، انا اساسا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني، اصل دي هوايه عندي. قصة احنا نمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك؟ مالك يا باشا في ايه؟ حد معطلك؟ يا فندم انت ده في ايه؟ انت واحدة راكبة وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي؟ امال في ايه؟ مفيش بلاصي والله ولا حاجة. حضرتك منورنا النهاردة. شعرك حلو جدا بجد بأمانة. اوه ماي جاد. طب التسريحة دي حلوة؟ طب ايه رايك ولا اظبط يا اسطى؟ عايز اروح يا اسطى، انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني. حاضر حاضر روق على حالك ثاني. بصي اقول لك على حاجه، ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده؟ بص هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح؟ اوه ماي جاد. انا عيب. بصي احنا في حاجه في بينا حاجه. هو مفيش حد قاعد معاك في العربيه ولا ايه؟ حضرتك ممكن تسيبنا كده. خطيبتي. خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه؟ بقول لك اصلح. بس استنى بس. قريت في علم الخطوبه؟ علم الخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرء؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني، حاجه تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجه تريح شويه؟ يا عم انت انا لا تعالى يا بنتي يا بنتي خدي رقم يا بنتي. انت مالكيش اهل؟ لا مالكش دعوه بيها. لا مالكش دعوه بيها يا عم. استنى يا عم، مالكش دعوه بيها، مش شغالك بيها خالص، ولا ليها اهل ولا مالهاش اهل. لو سمحت عيب. انت راجل في مصر يا باشا. انت راجل كبير واقرع، وانا مش عايز ازعلك يا باشا. واحد الله. لا اله الا الله. انت كبير واقرع. طب واحد الله، انت اسمر اساسا، وانا يعني انت متغاظ انت من الجيفن هايز. يا عم وقف يا عم. خدي رقم يا بنتي. استنى يا حاج يا باشا. استنى يا باشا. استنى ايه يا عم؟ في ايه يا بنتي؟ لا اله الا الله. بس لو سمحت بقول لك لو سمحت. بقول لك لو سمحت ممكن تقعد ورا؟ اقعد ورا؟ هات مكانك كمان. مكاني؟ معلش. صدق انت ايه الادب؟ انا ايه الادب؟ اه والله الادب. صدق انت فين جيفنهايز النزعه؟ انت بتقول ايه؟ انت جيفنهايز النزعه. بقول لك استنى انت شكلك جيفنهايز دماغك لاسعه. انت جيفنهايز من اول ما ركبت معاك دماغك لاسعه. انت جيفنهايز النزعه وانا مش عايز. يا عم سيبني في حالي. انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت جيفنهايز النزعه. بقول لك اقف بقى، اقف بس كده. كلمني انت كويس. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. بس بصلهاش. يا دي النص. احنا كنا مع ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ ابني. اوعى اوعى. انت مجنون غير. انت حركتك حركه. انت جيفنهايز النزعه. انت لاسعه. انت ايشست. انت عايشست من جواك؟ بقول لك ايه؟ عايشست قوي. بس يا بنت انت عايشست. بنت اوعى تقول لها بنت. اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك. بص اقسم بالله انت راتنج. والله بالك في الرجوله. انت راتنج. انت مالكش في الرجوله. عيب عليك يا عيب عليك. نازع. بس انا انت اللي نازع. انت راتنج النازع. انت اللي نازع. انت راتنج النازع. نازع مشينا يلا. يا جماعه راتنج النازع. يا عم معايا واحد في العربيه راتنج النازع والله. شوف بقى انت. اوعى ايدك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي وانت اتصورت معانا. مين؟ ازاي الحلقه دي ولا ما نزلهاش؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك. لا التاكسي مش انا ولا انت. يعني هيطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله. هيطلع في البرنامج. بجد؟ نزيه ولا ما نزلهاش؟ نزيه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل ايه؟ عامل ايه يا عمنا؟ الحمد لله والله الحمد لله. ايه ده جو حر؟ جو حر يا حريره. انا مولد من ميرا. سر كبير في اصل الازمير. ايه؟
الحر بيخلي الواحد يقول كلام مهموع. اه الجو حر، الجو حر، الجو حر، الدنيا نار ومفيش قمر من انت حار. ايوه ده حسن كان مروق الطريق. لا يا باشا على الدماغ، على الدماغ. طريق طويل والامل قصير، وقتاتين اميره واسمها صغيره وعندها سهاره هي تزيرو حاره. انت منين يا صاحبي؟ انا من كعبيش. كعبيش؟ اه كعبيش. كعبيش دي في الهرم، قال كعبيش ادخل وعيش. انت شبه مارادونا على فكره بتاع الكوره. حبيبي حبيبي والله. محدش قال لك انت شبه مارادونا؟ لا بصراحه. ازاي بقى انت كده مالكش في الكوره بقى؟ مارادونا بيلعب في انجولا. مارادونا بيلعب في انجولا؟ اه دلوقتي محترف في الجونه والله، بيلعب حارس مرمى باك شمال. حاجه شغال ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا؟ اه انا فني ذكور. ايه يا باشا؟ فني ذكور. يعني نجار انت هتحول. فني ذكور يا عمي، انا ما حدش عارف يعني ايه فني ذكور. يا عم انت بتحور حويرة، لأن الدنيا حر حريرة بتحور حويرة. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي محمود. محمود ايه ده يا محمود؟ انت اسمك ايه بقى؟ اسمي علي. مش عارف اسمك ولا ايه يا عم؟ لا ما عندي، اصل انا عندي اسمين، اسم دلع واسم حيف. علي ده اسم في المتواب، يدلعوا لي يقولوا لي يا هولاكو. هولاكو؟ اه هولاكو، عشان انا دايما هما في المنطقه عندنا مسميني هولاكو جنكيز خان. اه عشان جنكيز خان كان جدي، يعني جنكيز خان كان جدي وكان بيحب شجره الدره. يا عم في ايه؟ عايز انا جعان جعان. افتح لك ايه؟ افتح دي، افتح دي، افتح البابلون، افتح البابلون، افتح لك ال اه بالراحه بالراحه. هسيب دي عندي، عندي عندي هات عظمه دي، هات عظمه دي. ايه ده يا عم؟ هات عظمه. اه بتاع ايه دي؟ ايه؟ ايه يا عم؟ هات هات هات، مش ليش مش ليش مش ليش، هات هات. اتفضل. ايه يا عمنا؟ يا عم احمد الله فاضل. ايه ده عمايه؟ ده عمايه يا عم. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يابا ده؟ يا رب ده بس يا عم، واحد الله، واحد الله. في ايه بس؟ في ايه يا عم؟ في ايه بس؟ اهدى بس، اهدى يا عم، اهدى بس، اهدى يا عم، اهدى. في ايه يا عم؟ اهدى. طيب في ايه بس؟ مين اللي فكه؟ مين اللي فكه؟ مين يا عم؟ انت فكيته ليه؟ فكيته ازاي؟ انت بس كده يا جماعه. بس طب اهدى بس يا عم، انا مش عارف هو قال لي افتح الدور، وبعد ما قال لي افتح الدور يا عم اهدى بس. في ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ اسكت خالص يا عم. ايه ده؟ اسكت. ايه اللي انت بتعمله؟ اسكت اسكت. ايه اللي انت بتعمله له ده؟ انت ايه؟ هو كلب بتربطه يا عم؟ بس ايه يابا ده؟ بالراحه بالراحه يا عم. بس في ايه؟ بس يا عم اهدى. ايه ده بس؟ هو ماله؟ طيب ايه نوبك كبيره؟ ماله ايه نوبه كبيره؟ ايه نوبك كبيره يا عم؟ استنى ايه نوبه ايه يا عم؟ انت هبطل له ايه؟ ليه انت هبطل له ده؟ النوبه الكبير يا عم، انت عارف الكل اللي انت هبطل له ده. بس ايه ده بس يا عم؟ في ايه بس؟ وحد الله. طيب في ايه؟ لا 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 وجعت الدوخه بس يا عم. روق بس كده اهو. خلاص روق، ربنا يستر عليك. انت ايه اكمل ولا ايه؟ انا اوصلك اقعد الحمد. وايه ده؟ هسيبك هسيبك هسيب كل حاجه. هسيب ايه طيب؟ عايز سامع كيف انا ولا مش بضايقك؟ مش بضايقك والله العظيم، انا بس تعبان شويه. يا عم انا مضايقني ولا حاجه، بس انا مش عارف، انا مش عارف يا رب. اليوم ده اليوم انا من ساعه ما اصطبحت بخالد وانا عارف. طب بقول لك ايه طيب؟ ما تنزلني طبعا على اي جنب، نزلني على اي جنب الله يبارك لك والنبي. على اي جنب كده ونزلني. يا عم حاسب يا عم، اتعورنا يابا الله يبارك لك. اقول لك ايه؟ يا اله الا الله يا جدعان. يا عم في ايه يا عم؟ في ايه بس؟ لا لا يا عم، طب اهدى بس. في ايه يا عم؟ وحد الله يا عم. لا اله الا الله يابا، يابا الله يبارك لك. طب افتح الباب نزلني كده ولا ايه؟
يا عم يا عم الله يبارك لك في ايه. طب نزيو ايه رد بسرعه يا عم زيو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين في الهرم يا ست الكل؟ عندك اي رموش؟ حاضر يا ست الكل. عينك مين؟ اسمعيني، جو حر تقريبا، جسمي كله بياكلني والله العظيم يا ست الكل. انت ليه بتهرس كده؟ تعبان والله العظيم، عندي مرض جلدي، عندي مرض جلدي. كل لفيت على كل دكاتره مصر، قالوا لي ده نوع جرب ما بيروحش. يا ساتر يا رب. اه والله قالوا لي نوع جرب ما بيروحش، بس مش معدي. ما تقلقيش، مش معدي. مش معدي يعني متأكد؟ لا الحمد لله مش معدي. بالله عليك. والله عسل السب السؤال يا حبيبي. اسمك ايه ازاي؟ تعالى يوسف، هات حضن العم حبيبك. حبيبة يوسف تعالى. مالك يا يوسف؟ في السنة كام؟ وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ادم عسل. يا ادم عسل، ربنا يخليك. الله يخليك ويشيل عنك يا رب. امين يا رب. ادعي لي يا ست الكل. يا رب يشفيك ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. مش قادر، جسمي كله بيتقطع. يا رب يشفيك يا حبيبي ويشفي كل مريض يا رب. يا ديني، بس انت حالتك صعبه قوي. اه مش قادر والله، وبتنقح عليا كده في وقت الذروه. حالتك صعبه. اه ربنا يزيد عنك يا رب. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يزيد عنك. ربنا يزيد عنك يا رب. خفيفه يا ست الكل مسموعه. انت ليه كل الناس بتبعد عني وكل الناس بتعدي يا جدعان؟ والله العظيم معلش، انت عارف المرض الجلدي الناس بتخاف منه. خفيفه معلش، اديني المرايه تبع كده. تمام يا ست الكل. مش عارف اعمل ايه. لازم تجيب علاج. لازم جبت علاج اعمل ايه؟ طب لازم ما تسيبش نفسك كده، جسمك مهري. مهري ايه؟ بص وشك، بص ده منظر. عايز اقطع من لحمي، اقطع من جلدي كده غلط كده بالحر ده. عليه عندي 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 حاجه اسمها البنجستنجول. البنجستنجول في اللبادية. ايه بقى البنجستنجول؟ دي راتنجية صغيرة بتحصل في كل 100,000 مليون واحد. سلم يا رب. سلم. والله العظيم. بص رسلي في ظهري، رسلي في ظهري ورسلي جامد يا حاج. قطعيه قطعيني. بس انت كده حالتك صعبه قوي. انا كده خايفه منك. هرسي جامد يا حاج. خايفه منك خالص. خفيفه يا حاج. هرسي خايفه منك. هرسي يا حاج. هرس يا كابتن. هرس. هرس يا كابتن. هرس. هرس يا خفيف. كل بس بقى. خلاص يا ولاد. اخويا بس، اخويا بس هيعدي يديني الاكل بتاعي. طب ما يجراش حاجه. جعان جعان. انا جعان قوي. ما يجراش حاجه. جعان اقسم بالله. جعان جوع. مش قادر. مش قادر. مش قادر. مش قادر. هو جاب الاكل. هو جاب الاكل. يا منعم يا اخويا. حبيبي حبيبي. عامل ايه يا ولاد؟ ما تسلمش عليا يا منعم. امسك يا منعم. اوعى يا حاج. ليه اوعى يكون سلم على حد. سلم على ابني. سلم على ابنك؟ عنده مرض معدي. يا نهارك اسود. خلي بالك يا حاج. يا منعم انت جبت لنا العجوه. الله يخرب بيتك يا شيخ. الله يخرب بيتك. الواد قاعد يرقص. خلي بالك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي. ربنا ينتقم منك. حللي. ربنا ينتقم منك. يا جربان يا معفن. يا جربان منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى اوعى ده انت ظالم. انت ظالم ما بتعرفش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسكت اوعى يا جربان. اوعى يا جربان. يا جربان يا معفن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. لف عند الموسيقى وانزل. يا زي الحلقه دي ولا ما نزهقش؟ بعد ما تعبتنا كده انت شوف واحد جربان وعمال تضحك.